لكن للكابتن جمال عبد الحميد بقى، احنا ما بننافسش النادي الاهلي وما بنعملش الا الاهلي بيعمله او المنافس، ما بنفوضش حد. لا والله. تسمع على احمد مرتضى؟ طب اسمع كلامه. ده احتراف. ايوه. يعني لان انا اقول لحضرتك حاجه، انا بفوض كل لعيبه الاهلي في كل الالعاب. بدون يعني هحكي لك مثلا على حاجه حصلت النهارده في لعيب ما في لعبه ما انا وقعت معاه. في لعيب ما في لعبة ما وقعت معاه خلاص. فرقته عندها بطولة. تناقش معانا اللعيب امتى نعلن الصفقة. فأنا قلت له تحب علينا دلوقتي، فهو طلب مني قال لي عشان فرقتي الحالية اللي هي النادي الأهلي عندها بطولة، ننتظر لما البطولة تخلص. بس خلصت. قول لكابتن جمال يا استاذ، سوشيال ميديا ولا حاجه؟ ده راجل مسؤول جوه نادي الزمالك، مسؤول مهم عنده الخبر اليقين، بيقول لك انا مضيت لعيب وقلت له اعلن، قال لي لا استنى عشان فرقتي اللي هي النادي الاهلي عندها بطوله. قال لك فوت كل اللعيبه في كل الالعاب في النادي الاهلي. طيب انت بتمضي بقى، ده الاعتراف ده على فكره يلغي حاجات كتير. بتمضي لعيب عندك مباراه معاه، هو يعني هو قصده على لعيب هاندبول في الاخر يعني. وبتمضيه ويقول لك استنى بعد ما نخلص الماتش. ما انت لو قلت قبل الماتش يبقى انت ولعت الدنيا. يا جماعه ايه التناقض اللي احنا عايشين فيه ده؟ كل حاجه هيعملها الاهلي هيشوفوها مش صح، حتى لو الاهلي ما عملهاش، لو الناس كلمتهم لازم يجيب سيره الاهلي. لا يتحدثون الا على النادي الاهلي. والعداله، العداله، عداله، هو انت العداله؟ العداله انك تلغي لي ضربه جزاء في ماتش البنك وما تدينيش حقي، وبعدين تيجي تقول لي اصل الكوره ما سبت. يا سلام. والمهم اللي ضحكك بقى كابتن عصام يقول لك اصل ده خطا جسيم.